تقول ما حكم التصوير بالجوال كما نشاهد في الحرم؟ لا يجوز التصوير لا بالجوال ولا بالكاميرا ولا بالرسم باليد ولا بالنحت، تصوير حرام بجميع أنواعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فكل أنواع التصوير محرمة، تصوير ذوات الأرواح في الحرم وفي غيره، والتصوير في الحرم أجد، لأن المعصية في الحرم أجد من المعصية خارج الحرم.